السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أيها الرائعون في هذا التصل الجديد، والذي سنشارك معكم من خلاله تطبيق من التطبيقات الرائعة والمتميزة، وهو تطبيق VPN. كل ما عليك صديقي هو تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف الخاص بك. كما تلاحظون أصدقائي، قمنا بتثبيت التطبيق وسترون الخوادم أو السيرفرات التي يمكنك تشغيلها من خلال التطبيق. كما تلاحظون خوادم من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، يعني الكثير من الخوادم يمكنك تشغيلها، وأيضا بصيغة VIP كما تلاحظون أصدقائي، ويمكنك تشغيلها مجانا على هذا التطبيق. كما تلاحظون تم الربط بسرعة كبيرة مع VPN. وقبل أن ننتقل أصدقائي لشرح طريقة التحميل، فهذه قناتكم قناة وموقع مفيد، فإذا كانت هذه أول زيارة لك لهذه القناة فيسعدنا ويشرفنا أن تكون من بين المتابعين والمشتركين في هذه القناة، وأيضا لا تنسنا بالدعم باللايك والتعليق أسفل لكي نقدم مزيد من الشروحات والدروس بهذا الخصوص. طريقة التحميل أصدقائي، كل ما عليكم هو الضغط في الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو. حينما نقوم برفع الفيديو ستدخل لهذه المقالة، ثم تنزل مباشرة للأسفل وستجد تحميل VPN في هذا المكان، ستقوم بالضغط عليها وسيتم صديقي العزيز نقلك لهذه الصفحة. ستنتظر مرور هذه الثواني، ثم بعد ذلك تضغط على اضغط للانتقال للرابط، ثم تنزل مباشرة للأسفل. ستجد الرابط داونلود، ستقوم بالضغط عليه، ثم بعد ذلك صديقي اضغط على فري داونلود، ثم تظهر لك هذه الصفحة تعلم على أنك لست ببرنامج روبوت، ثم تضغط على كرييت داونلود لينك، ثم ستظهر معك صفحة التحميل، كليك هير تو داونلود، ستقوم بالضغط عليها. ستعود للصفحة، ستقوم بالضغط مرة أخرى على كليك هير تو داونلود، ونفس الشيء الذي أقوم بتطبيقه من على الحاسوب فيمكنك تطبيقه أيضا على الهاتف لتحميل التطبيق. كما تلاحظون أصدقائي ظهر معنا التحميل، سنضغط على السيف يعني لكي يتم حفظ يعني التطبيق. سبق أن قمت بتحميل التطبيق، ما بالنسبة لكم فيمكنكم فستقومون بتحميل التطبيق وتثبيته بالطريقة العادية على الهاتف الخاص بكم. وبعد أصدقائي يمكنكم الاستمتاع بالتطبيق واختيار أي منطقة من مناطق العالم يمكنكم تصفح الانترنت من خلالها. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس وهذا الشرح، نلقاكم إن شاء الله في شرح آخر وفي درس آخر. رافقتكم السلام.